المفتوح يجيبوا حاجاتهم ويخلصوا بقى ويرجعوا على هنا. أنا مش عارفة باتشان بيعمل إيه كل ده. باتشان أنت فين؟ أنا مستنياك بقالي كتير. أنا جاية يا شانتي، هي الدنيا طارت، ما تصبري شوية. ما أنت لابس أهو، يلا نمشي. طب شانتي أنا عايز أتكلم معاكي عشان لازم أقولك على حاجة. يلا قول. هو أنا كنت عايز أقولك يا شانتي إن العيد ده يعني مثلاً الاحتفال ده. هو أنت مالك عمال تقطع زي العربية ليه؟ ما تتكلم على طول. طب هو الموضوع الحقيقي يا شانتي المفروض ده عيد، وفي المناسبة السعيدة اللي زي دي بتبقى المنافسة والتحدي فيها مش مريح بالنسبة لي. ده موضوع غريب قوي، مش أنت اللي كنت عايز المنافسة في الأول دلوقتي بتتراجع؟ الكلام اللي بتقوله ده يا باتشان جاي متأخر جداً، أياً كان اللي هيعمل حفلة أحسن هو اللي هيفضل قاعد خلاص. طب بصي يا شانتي، لو ما اشتركناش في الموضوع ده هيبقى مفيش منافسة، وطبعاً لو ما بقاش في منافسة بينا مش هيكون في نصر ولا هزيمة. بقولك إيه يا باتشان، أنا مش عايزة أتعصب عليك وساعتها هعاملك بطريقة تانية. اهدي يا شانتي، مفيش داعي تغيري طريقتك علشان حاجة زي دي. بصي أنا خلاص أخدت قرار، في مناسبة سعيدة زي دي مش هيكون في تحدي ولا منافسة. خليني أعمل مكالمة. ألو جومان، أخبارك؟ فاكر الهدوم اللي هتبعتها في العيد؟ ياريت تبعتها العيد اللي بعده. ماشي كويس. اللي أنت عملته ده؟ شانتي يا حبيبتي، الأهم من إن الواحد يلبس هدوم غالية إنه يكون عنده قلب نظيف، اللي هو أصلاً عندنا، يعني ملهاش لازمة المنظرة دي، صح؟ جومان تاني؟ ها، نعم يا جومان. قل لي، أنت ليه طلبت مني أخر الشغل؟ طب خلاص، انسى العيد ده. بس كده ممكن ما تلحقش العيد الجاي. ليه، الهدوم هتهرب هي كمان؟ لا طبعا يا باتشان، انت فهمت كلامي غلط. الحقيقة أنا مش بتكلم عن الهدوم، أنا بتكلم عن نفسي، مفيش ضمان إن أعيش كل المدة دي. في إيه بس يا جومان؟ أنت بتقول كده بقالك سنين وما بيحصل لكش حاجة. استنى شوية وهبعت لك الفلوس الشهر الجاي. لسه الشهر الجاي؟ أيوة، إيه المشكلة في كده؟ مفيش أصلاً، ما عنديش اختيار. أنا عموماً هحاول بقى إن أعيش في الدنيا شهرين كمان. ده مش كتير؟ حبيبتي، ادخل أنت وأنا جاي وراك. ايه اللي حصل بس يا باتشان؟ انت لسه قاعد هنا، ما روحتش معاهم ليه؟ تشتروا حاجات؟ في الحقيقة هتقول انك اشتريت خلاص. قصدك ايه؟ قصدي اشتريت من على المواقع، الناس الاغنياء على طول بيشتروا منها.